نظرا لهذا الظرف الخاص المتمثل في وباء كوفيد 19 اضطررنا إلى تقديم هذه مقياس القانون التجاري عن طريق تقنية الفيديو. كان بودنا يعني نقوم بها في المحاضرة أحسن، ولكن الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله جعلتنا نضطر إلى استعمال هذه التقنية. مقياس تاعنا هو القانون التجاري الجزائري. بداية نتطرق إلى تعريف القانون التجاري الجزائري. القانون التجاري الجزائري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أو تحكم العلاقات بين التجار فيما بينهم أو بين عملائهم، وكذلك ينظم الأعمال التجارية. من خلال هذا التعريف والتعريفات يعني كثيرة، حتى المشرع الجزائري لم يضع تعريف خاص أو تعريف دقيق بالقانون التجاري، وإنما الفقه هو من قدم هذه التعريفات. نتطرق في البداية إلى النظريات التي تتكلم عن الأعمال التجارية. أولا النظرية الشخصية، أو أولا النظرية الموضوعية. حسب أنصار هذه النظرية فإن تحديد طبيعة العمل هو تجاري كان أو مدني يعود إلى موضوع النشاط التجاري. فإذا كان موضوع النشاط التجاري يستوفي شرطين أساسيين، وهما أولا فإذا كان يستوفي شرطين أساسيين هما أولا توفر شرط التداول أو التكرار. وش نقصد بالتداول؟ يعني القيام بنفس الفعل أو بنفس السلوك بصفة متكررة. ومثال ذلك كأن يقوم التاجر بشراء البضائع لمتجره من أجل إعادة بيعها، وبمجرد نفاذ هذه البضائع يقوم بإعادة الكرة ويقوم باقتناء البضائع مرة ثانية من أجل إعادة بيعها، وهكذا دواليك. هذا عنصر التداول. الشرط الثاني هو شرط المضاربة. ما المقصود بالمضاربة؟ المضاربة في تعريف بسيط هي الهدف منها تحقيق الربح، أي أن التاجر لما يقتني البضاعة من أجل إعادة بيعها يهدف إلى تحقيق الربح. إذن حسب أنصار هذه النظرية فإنه بتوفر الشرطين الأساسيين اللي هو عنصر التداول في السلع وعنصر المضاربة نكون أمام عمل تجاري وليس عمل مدني. هذه النظرية خضعت إلى النقد التالي، فكثير من الأعمال يتوفر فيها ركن التداول ويتوفر فيها عنصر المضاربة، إلا أن هذه الأعمال تعتبر أعمال مدنية وليست أعمال تجارية. ومثال ذلك قيام المزارع أو الفلاح بزرع أرضه كل سنة تقريبا، يعني كاين هناك متوفر ركن التداول، يعني كل سنة يقوم بنفس الفعل. والشرط الثاني، لماذا الفلاح يقوم بزرع محصوله؟ لأنه في نهاية الموسم الفلاحي يقوم بجني المحصول وإعادة بيعه. لماذا يقوم ببيعه؟ من أجل تحقيق الربح. إذن بالرغم من توفر التداول والفلاح يهدف إلى تحقيق الربح، إلا أن عمل المزارع أو الفلاح يعتبر عمل مدني ولا يعتبر عمل تجاري. ومثال آخر كذلك الأستاذ المحامي أو الطبيب يستقبل موكليه بشكل يومي، وقد يستقبل شخص واحد عدة مرات، يعني هذا كان عنصر التداول، يتعامل مع الأشخاص عدة مرات في المكتب نتاعو، وفي نهاية العمل تاعو يتقاضى الأجر، يعني يحقق الربح، ومع هذا يعتبر العمل مدني وليس عمل تجاري. إذن النظرية الموضوعية ليست يعني صالحة في جميع الحالات. رد بعض الفقهاء على النظرية الموضوعية بنظرية أخرى أطلقوا عليها اسم النظرية الشخصية. حسب أنصار هذه النظرية فإن معيار تحديد العمل تجاري أو غير تجاري يعود إلى الشخص القائم بهذا الفعل. إذا كان هذا الشخص تاجرا فإن جميع معاملاته ونشاطاته تعتبر أعمال تجارية، أما إذا كان هذا الشخص غير تاجر فإن جميع أعماله تعتبر أعمال مدنية. كذلك هذه النظرية لم تخلو من النقد، والنقد الموجه إلى هذه النظرية في أن التاجر قد يقوم ببعض الأعمال ولكنها تعتبر أعمال مدنية، لأنه يعيش حياته الطبيعية كغيره من المواطنين. ومثال ذلك كأن يشتري سيارة لاستعماله الشخصي
مع عائلته من دون استعمالها في التجارة، بالرغم من أن شراء السيارة قام به شخص التاجر، إلا أن هذا العمل يعتبر عمل مدني وليس عمل تجاري. نفس الشيء، التاجر قد يشتري مكيف هوائي في بيته، فهذا العمل يعتبر عمل مدني وليس عمل تجاري، بالرغم من أن الشخص القائم به هو تاجر. إذن هذه النظرية كذلك تعرضت إلى النقد. موقف المشرع الجزائري، المشرع الجزائري في تحديد طبيعة العمل إن كان تجاري أو مدني أخذ بالنظريتين معا من خلال نصوص المواد 2-3-4 من القانون التجاري الجزائري. هذا فيما يخص النظريات التي تتكلم على القانون التجاري. بودي كذلك قبل التطرق إلى الأعمال التجارية أن نتطرق إلى مصادر القانون التجاري. وش نقصد بمصادر القانون التجاري؟ يعني من أين أتى القانون التجاري؟ كما عرفنا في السداسي الأول في مقياس مدخل إلى القانون، فإن مصادر القانون هي أولا المصدر، مصادر رسمية أصلية تتمثل في التشريع سواء كانت شريعة أساسي أو شريعة عادي، والمصادر الاحتياطية اللي هي الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. إلا أن المشرع التجاري الجزائري خضع عن هذه القاعدة من خلال نص المادة الأولى مكررة من القانون التجاري التي تنص: يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء. من خلال هذا النص نستنتج أن مصادر القانون التجاري هي أولا المصادر الرسمية الأصلية، المصدر الرسمي الأصلي هو التشريع مثل ما تناولناه في السداسي الأول، والمصدر الرسمي الثاني الآن هو أصبح العرف. ما هو العرف؟ هو نقصد بالعرف هو ما تعارف الناس على التعامل به، وتناولنا العرف يعني من قبل في السداسي الأول. وما يخفلكمش باللي العرف يعتبر أساس القانون التجاري، لأن أغلب القواعد التجارية تعتبر قواعد عرفية. إذن مصادر رسمية قلنا أصلية تتمثل في التشريع التجاري أو المدني أو العرف. المصادر الرسمية الاحتياطية تتمثل في الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة. في المصادر دائما يجب التطرق إلى أن القانون التجاري الجزائري هو قانون حديث النشأة، انبثق عن القانون المدني سنة 1975. كما تعرفوا القانون المدني هو الشريعة العامة، وبالتالي فالقانون التجاري الجزائري يعتبر فرع من فروع القانون الخاص. كذلك وجب التطرق إلى خصائص القانون التجاري. القانون التجاري يمتاز بخاصيتين أساسيتين هما: الخاصية الأولى هي السرعة والمرونة. ماذا نقصد بالسرعة؟ المعاملات التجارية هي معاملات سريعة جدا. لماذا؟ لأن بعض البضائع قد ينجم عنها الإتلاف وقد تضيع من التاجر إن كانت الإجراءات غير سريعة. كذلك بعض السلع أو بعض البضائع التجارية لها مواسم معينة، مثلا كاين ملابس في الفصل الشتائية وملابس صيفية، يعني لو كان ما تكونش الإجراءات سريعة ممكن التاجر يتكبد خسائر فادحة، لأن البضاعة الملابس في الشتاء لا يمكن أن يسوقها في الصيف، لأن النوعية تتغير على حساب درجة الحرارة. وبالتالي القانون التجاري قانون سريع جدا. الخاصية الثانية هي الثقة والائتمان، ولو أن الخاصيتين متداخلتين. ماذا نقصد بالثقة والائتمان؟ أغلب التجار لا يملكون مبلغ جميع معاملاتهم التجارية، وبالتالي يتعاملون بالدين أو بالقرض. لولا وجود الثقة لما منح تاجر بضاعته إلى التجار عن طريق القرض أو عن طريق الدين، وهذا يدخل كذلك في سرعة القانون التجاري. مثلا شخص يقوم باستيراد بضاعة، لو يستعمل البيع بالقرض البضاعة ممكن تبقى عنده سنة أو سنتين لكي ينتهي من عملية بيعها عن طريق الدفع نقدا يعني، بينما لو يتم تسويقها عن طريق القرض راح يسوقها في أقرب مدة معينة. هذا فيما يخص خصائص القانون التجاري. نمشي الآن إلى الأعمال التجارية. تصنف الأعمال التجارية إلى أعمال تجارية حسب الموضوع،
فيها الأعمال التجارية المنفردة وفيها الأعمال وفيها المقاولة التجارية. ماذا نقصد بالأعمال التجارية المنفردة؟ نقصد بها الشراء من أجل البيع بشرط أن يكون كاين هدفها تحقيق الربح. أما المقاولة التجارية فالمشرع الجزائري لم يعرف المقاولة، ولكن المقاولة عند الفقهاء هي عبارة عن تنظيم مادي وتنظيم بشري يقوم بنفس العمل على سبيل التكرار. شرحنا من قبل التداول والتكرار، ماذا نقصد بالتنظيم البشري وماذا نقصد بالتنظيم المادي؟ التنظيم البشري هو مجموعة من الأشخاص أو من العمال الذين يقومون بأشغالهم في المؤسسة. مثال ذلك مقاولة أشغال البناء، فيها المحاسب، فيها البناء، فيها مساعد البناء، فيها السائق، فيها المسير، فيها عدة عمال، هذا يسمى بالتنظيم البشري. أما التنظيم المادي في مقاولة أشغال البناء مثلا فيكمن في وسائل الإنتاج من رافعة وشاحنة وإلى آخره من جميع وسائل الإنتاج. النوع الثاني من الأعمال التجارية هو الأعمال التجارية حسب الشكل. لماذا سميت حسب الشكل؟ لأن هذا النوع من الأعمال لها شكل معين، يعني نفس الشكل نجده في جميع هذه الأعمال التجارية. أول شيء هو التعامل بالسفتجة. ما هي السفتجة؟ هي ورقة تجارية عندها بيانات شكلية أساسية مثل التاريخ، اسم الساحب، اسم المسحوب عليه، التوقيع وتاريخ الاستحقاق. يعني السفتجة هي التزام ورقة تجارية من عند شخص اسمه الساحب إلى شخص آخر اسمه المسحوب عليه، الذي قد يقدمها إلى شخص ثالث يسمى الحامل، وقد يقدمها إلى أشخاص آخرين. الأعمال التجارية حسب الشكل كذلك هناك الشركات التجارية. كل الشركات التجارية تعتبر أعمال تجارية حسب الشكل. والشركات التجارية قد تكون شركة ذات أسهم، قد تكون شركة ذات شركة تضامن، قد تكون شركة محاصة، قد تكون شركة تضامن، يعني أنواع الشركات المختلفة. وشركات كذلك لها شكل معين، يعني عندها نفس البيانات المكتوبة في عقد الشركة. بالنسبة للشركات التجارية، جميع الشركات التجارية الأعمال التي تقوم بها هي أعمال تجارية. ومثال ذلك مثلا شركات الأسهم أو شركات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن. نمد مثال على ذلك البنوك. جميع البنوك التجارية هي عبارة عن شركات، وبالتالي جميع الأعمال التي تقوم بها تعتبر أعمال تجارية. النقطة الثالثة هي وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها. ماذا نقصد بوكالات ومكاتب الأعمال؟ مثلا مكتب العبور لدى الجمارك يقوم بخدمات لفائدة المستوردين مع إدارة الجمارك مقابل عمولة معينة. هذه الأعمال التي يقوم بها هؤلاء مكتب العبور لدى الجمارك تعتبر أعمال تجارية. نفس الشيء بالنسبة للوكالات العقارية التي تقوم بالتقريب والله بين عرض مثلا الشقق أو المحلات للبيع أو إلى الكراء، فإن أعمالها دائما تقوم أعمال تجارية. عندنا كذلك العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية، يعني نقصد بها بيع المحل التجاري أو كراء المحل التجاري، هذه كذلك تعتبر أعمال تجارية حسب الشكل، لأنها في القانون التجاري الجزائري تشترط الكتابة الرسمية، غالبا ما تكون عند الموثق. نقطة أخرى هي العقود المتعلقة بالتجارة البحرية والجوية، كمثل كشحن البضائع أو مثلا إيجار السفن، هذه الأعمال كذلك تعتبر أعمال تجارية. وكذلك التأمين على البضائع على السفن البحرية أو على وسائل النقل الجوية تمثل في الطائرة، كذلك تعتبر أعمال تجارية حسب الشكل. نقطة أخرى هي الأعمال التجارية بالتبعية. وش نقصد بالعمل التجاري بالتبعي؟ كنا طرقنا له تقريبا في المقدمة. عمل تجاري لكي يكون عمل تجاري بالتبعية يجب توفر شرطين. الشرط الأول يجب أن يقوم بهذا الفعل شخص التاجر، يعني إذا قام بهذا الفعل شخص غير تاجر فإن هذا العمل يعتبر عمل مدني. لكي لا تختلط عليكم الأمور طلبتي الأعزاء، فإن مثل ما درسناكم في السداسي الأول وقلنا لكم إذا لم يكن القانون عام فهو خاص. نفس الشيء بالنسبة للأعمال التجارية، إذا لم تكن الأعمال تجارية فهي
مدنية. يعني وش نقصد بالأعمال المدنية؟ هي الأعمال التي يقوم بها الأشخاص في حياتهم اليومية كشراء المنزل أو كراء منزل، شراء سيارة، هذه تعتبر أعمال مدنية بالنسبة لفئة المجتمع، بينما بالنسبة لفئة التجار تعتبر أعمال تجارية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بتجارتهم. إذن قلنا الشرط الأول لكي يكون العمل التجاري بتبعية يجب أن يقوم به شخص التاجر. الشرط الثاني يجب أن يقوم به التاجر بمناسبة تجارته، ومثال ذلك كأن يشتري التاجر حاسوب. إذا اشترى الحاسوب لاستعماله في المنزل فإن هذا العمل يعتبر عمل مدني، أما إذا اشترى الحاسوب لاستعماله في المتجر تاعه هنا يكون أمام عمل تجاري بتبعية، لأن شراءه للحاسوب من أجل الاستعمال التجاري. نفس الشيء مثلا بالنسبة للرفوف التي يضع فيها التاجر بضاعته، مثلا تاجر الهاتف النقال يقوم بعرض هواتفه في أماكن العرض، في رفوف العرض. هذه الرفوف لو وضعها في المنزل مثلا لترتيب أوانيه الأواني يعتبر العمل مدني، بينما إذا وضعها في محله تجاري يعتبر العمل تجاري. هذا بالنسبة للأعمال التجارية التبعية. هناك نوع آخر من الأعمال التجارية تسمى بالأعمال التجارية المختلطة، احنا ما درناهاش في الملخص ولكن نطرقوا لها. الأعمال التجارية المختلطة، متى يكون العمل التجاري مختلط؟ إذا كان يكون العمل التجاري مختلط إذا كان تجاري بالنسبة لطرف ومدني بالنسبة لطرف آخر. ومثال ذلك المزارع أو الفلاح الذي يقوم بزرع الطماطم مثلا، فإن الفلاح لما يقوم بإنتاج محصوله يقوم ببيعه إما إلى تاجر الجملة أو إلى المصانع من أجل تصبيره. إذن هناك طرفين في العقد، هناك المزارع وهناك تاجر الجملة أو المصنع. عملية البيع بين الفلاح والمصنع أو التاجر تعتبر في شقها بالنسبة للفلاح تعتبر عمل مدني، وبالنسبة لفئة التجار تعتبر عمل تجاري بالرغم من أنها نفس العملية، ولهذا أطلقنا عليها عمل تجاري مختلط.